لا يوجد التماثل بين الجنس البشري حين نقارن القدرات الفردية، وحين نؤمن بذلك نتعايش مع فروقاتنا ونحقق بذلك التكامل. من أهم الدعائم التي تساعد الطفل في التغلب على صعوباته هي تواصل الأهل مع إدارة المدرسة. من المهم أيضاً إبراز نقاط القوة التي يتمتع بها الطفل، حيث يساعده ذلك على زيادة ثقته بنفسه، ومن ثم يعطيه الدافع المطلوب للتغلب على قصوره.